عم نحتفل بذكرى تأسيس إذاعة صوت الشعب بمهرجان فني وثقافي وسياسي وإعلامي بنفس الوقت. صوتك مش صدى لأنه صوته للشعب فعلاً مش لازم يكون صدى، ورح نكون عم نحمله ونظهره بكل الطرق اللي ممكن نقدر نظهره فيها، مشان هيك هو ما بدنا إياه إنه يبقى صدى، فهو مش صدى يعني. تكرارك لنفس الفكرة ما بيلغي وأفكارك نشفت في فكرة وحيدة بقيت كيف كانت الفكرة تكون الخجرة. أنا اليوم مثل اللي عم عامل عيد ميلاد حاله يعني، معتبر فعلاً هيك هيدي إذاعتنا وقربين عليها، صار عمرها 37، أنا رح يصير عمري 41 قريباً، مبوعة لحياتي قبل الإذاعة. إذاعة منحبها قربين عليها وعم نحتفل فيها مع بعض اليوم. أغاني من ألحاني إجمالاً، أكثرهم كلمات الشاعر المصري محمد خير، في كلمات نجم أحمد فؤاد نجم، في غنيتين ثلاثة من كلماتي اللي هن باللبناني، الريبرتوار بأكثره مصري كالعادة بحفلاتي. هيدي التهمة اللي دايماً ملاحقتني واللي هي فخر لإلي يعني، لأنه أنا بعتبر النهضة الموسيقية العربية حصلت على أرض مصر وتلقيناها باللهجة المصرية سواء بالسينما ولا بالأغاني. أكثر الأغاني اللي بعملها لأنه هيدي الأغنية هي أكثر أغنية بتحكيني، الأغنية الكلاسيكية العربية هي بالشعر العامية المصرية تقريبا. أكثر شغل اليوم هو من كلمات محمد خير شاعر المصري صديقي، كل الشغل من ألحاني. شكرا.